السؤال التالي يقول: أخ مسلم ووالداه غير مسلمين كبار في السن، هو القائم على الوصية، هل ينفذ وصيته وإن كان فيها ما يخالف الدين؟ الوصية بحرق الجثث، والحرق هنا الأبروتش اقتصادي بحت، تكلفة الحرق حوالي تلت أو أقل من تلت تكلفة القبر والدفن، وهنا لغة الدينار والدرهم، والمعبود هو الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخس. لو أوصى ولده بالحرق، عايز يوفر قرشين لما موت احرقوا جثتي، خليك في موضوع القبر والدفن والمشوار الطويل ده، عايز يخلص بسرعة. فهل له أن ينفذ وصاياهم على ما فيها من مخالفات للشريعة أو حتى للفطر وللمعقول وطبائع الأشياء؟ أقول يا رعاك الله، لقد تمهد في قطعيات الشريعة ومحكماتها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الأصل هو مواراة الموتى في قبورهم، وأنه لا يجوز حرق جثثهم بحال، هذا امتهان لهم وحط من كرامتهم. وقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لقد حرم الإسلام أن يداس على القبر، أن يمشى على القبر، أن يقعد على القبر، فكيف يسمح بحرق الموتى؟ وبالمناسبة يستوي في هذا موتى المسلمين وموتى غير المسلمين. في صحيح أبي داود أن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعاني. فليس للولد المسلم ابنا كان أو بنتا أن يشارك في هذه المحرقة أيا كانت ديانة والديه، ولا أن يعين عليها. ومثل ذلك سائر ما حرمه الله جل جلاله. الوصية بالمعصية وصية باطلة لا يحل تنفيذها ولو كانت من مسلم، فأولى عندما تكون من غير المسلم، وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت.